وفي أخبار الرياضة، ما يزال الهلال الخرطوم متقدما في المباراة التي تجري حاليا بخمسة أهداف دون مقابل في مواجهة قوية بملعبه بالجوهرة الزرقاء، حيث يستضيف حي العرب والسودان ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز. ويتطلع الهلال إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد النقطة 16 للتقدم أكثر إلى الأمام، إذ يحتل المرتبة الثالثة في رولية أندية الممتاز.